السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة أولادي كل حياتي. معاكم مريم النهاردة، تعمل لكم أي كفتة إن شاء الله، موفرة جدا وجميلة وسهلة، حاجات لرمضان. يا جماعة كل سنة وأنتم طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير، فدي هتنفعكم في رمضان والله، سهلة وجميلة. ولو عندك عزومة هتشرف قدام أهلك وحبايبك وصحابك، جميلة جميلة. وبصي يعني مش مكلفة قوي، وبإمكانيات من البيت، مش وحاجاتها حاجات سهلة جميلة، والطعم حلو زي ما أنتم شايفين، والشكل ما شاء الله عليه، وما بتكشش برضو، يعني ما بتكشش حاجه بسيطه خالص. فان شاء الله تعجبكم، خشوا على الوصفه، مقاديرها جميله وسهله. يلا حبايبي على الوصفه. ورجعت لكم تاني يا جماعه بالمقادير. كيلو لحمه، دي عباره عن كيلو لحمه دم الجرام ليا، اللي هي دهن الخروف، ماشي. اللي مش حابب ليا يحط دهن عادي، بس لازم تبقى فيها ماده دهنيه، ماشي يا جماعه. لو انتوا عايزين تحطوا، مش عايزين ليا، محدش بيحب ليا يعني، عشان في ناس ما بتحبش ليا، تحطي ايه دهن عادي، بس لازم فيها ماده دهنيه عشان تبقى طريه، ما تبقاش ناشفه قوي. ودي كده بصلايه كبيره انا بشربها مصفيه منها الميه قوي عشان احتاج الميه. ودي كده كوبايه فول صويا، ممكن تحطي بدلها كوبايه بقسماط، ممكن تحطي بدلها كوبايه برغل، دي بتزود الكميه وحلوه. لو انت مش عايزه حبه الفول الصويا بلاش، ماشي، ممكن تحطي ده ورق بقدونس كده. ودي بيضايه واحده عشان ما احطش بيكنج باودر، عشان ما ندخلش فيها بيكنج صويا يعني، ديت عشان تخليها هشه. ودي كده معلقه 7 بهارات انا عاملاها في البيت وصورتها لكم هتشوفوها. ودي معلقه فلفل اسمر، ودي سن الكمون، وديت معلقه توم باودر، وسن الكزبره بسيطه. وانا ما بحطش ملح خالص في الكفته، انا بحدق بالبام بود دي، بحدق بيها. ودي كده معايا خلطه الكفته دي اللي هي من كنوز دي، انت بقى اي خلطه كفته عندك حطيها. فانا جبت خلطه الكفته دي كده احطها على الكيلو، المفروض دي على النص، بس عشان انا حاطه فيه توابل تانيه ما احطش توابل كتير، المفروض الكيس ده بيتعمل على نص كيلو بس، فانا برده عشان حاطه توابل تانيه فانا مش بكتر معاها، ماشي. انا كده ايه احط افرم الفول الصويا مع الليا، وبعد كده احط المكونات كلها ادمجها مع بعضها، بس هحطهم في الكبه كده اهوت. انا مطرح البصل، مطرح البصل اللي انا كنت فرماه، بصوا يا جماعه انا فرمتها اهو في الكبه. وبصوا ايه عملت خيوط اهي، انتوا تدعكوا لحد ما تعمل خيوط كده. انا احط البدايه دي، البدايه تخليها ايه خفيفه، ما تخافيش البيضه مش هتأثر فيها، بس هتخلي معاكي الكفته العجينه بتاعتها متماسكه. انت لو ما عندكيش كبه شيلي البصلية على المبشره، وقطعي البقدونس ناعم، وهاتي اللحم المفروم من عند الجزار، ودعكيها بس ايه شويه كده بايديكي وهتبقى حلوه. يا جماعه اهو انا جبت ايه، كان عندي عصير شيش طاووق كبيره، بس خلصت. انا ايه دي صغيره اهي، قدمت 3 رفيعين جنب بعض كده. دي ميه البصل اللي انا صفيتها، على فلفل اسمر وملح وسنه زيت بسيطه. لو انت عايز تبشرها قطايه بتخليها لونها حلو برده ومفيش مشاكل. بس تعملي كده وتيجي كده بالراحه كده، المفروض يعني ايه ان انا اسيبها ايه شويه برده في الثلاجه تتماسك، بس انا عشان برده مستعجله عليها عادي. على قد الصباع بقى اللي انت عايزاه، عايزاه كبير ماشي، عايزاه صغير ماشي. تبيلي ايدي في ميه البصل كده وتعملي كده عشان يلمع اهو في الصينيه. كده يا جماعة كده، دي ممكن بقى تشيليها، تنفع يعني تعملي الكمية اللي تعجبك وتشيلي منها، هتنفعك في رمضان قوي. ممكن تعملي كمية كبيرة وتخزني منها لرمضان، تبقى جاهزة تشيليها تطلعها، بس يا دوبك تفك وتصبعيها. تعملي بقى جنبها اي سلطة، حبة رز اصفر، عيش جميلة قوي دي. واهم حاجة سلطة الطحينة طبعا، اهم حاجة الطحينة بصراحة جنب الكفتة دي. لو عزومه في رمضان عندك عملتيها، جهزي تجهيزات بقى، لما يكون عندك عزومه وكده جهزيها قبلها بيوم وحطيها في الثلاجه، تاخد الريحه التتبيله من بعضيها هتبقى تحفه. يعني لما تكون عامله، لو انت عندك عزومه في رمضان وتعملي كفته زي كده
وفراخ مشويه ان شاء الله. اعمل لكم فراخ مشويه على الفحم في رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين وكلهم تمام بخير يا رب، ويقعد علينا الايام بخير. هتعملي تعمليها وتعملي جنبها سلطات والكلام دوت، هتبقى عزومه 100 100 وفي نفس الوقت برده مش هتتعبي وانت صايمه. انت لو عايزه برده تعمليها على الفحم اعمليها، بس انا بلاقي الاسهل الطريقه دي ان انا احطها في الصينيه في الفرن وخلاص. لو انت حابه تعمليها على الفحم مفيش مشكله. بصوا يا جماعة لو انتوا يا جماعة مستغنيين عن الفول الصويا في الوصفة متحطوهوش عادي، انا مبحطوش كتير مبستخدموش كتير. طبعا انتوا عارفين ان الفول الصويا غلط على اللي عندها صبيان، فانا يعني ايه عشان بيزود هرمون الانوثة فمفيش مشاكل عادي. لو انت مش عايزة تحطي حط برغل، مش عايزة تطبخ حط برغل، حط بقسماط برضه بتبقى حلوة بالبقسماط. انا عملت لكم مرة برضه بالبقسماط وعملت لكم البرغل برضه جميلة قوي برضه، ما بتفكش ولا أي حاجة، بس يعني إيه أنا عادي تغيير وأنا ما بستعملوش كتير يعني. أنا مش عايزة أطلع لكم الفيديو، أفصل بقى كده معاكم وإيه لما أخلصها أوريها لكم. كده يا جماعه كنت خلصت الصينيه اهيت، دي الكميه انا عملتها، دي انا عارفه انها هتكفي اكفينا انا وعيالي. دي كده ايه بص دي اللي فاضت منها، انا عادي برضو هشيلها في الفريزر لو انا في يوم ما مش مزنوقه عايزه اعملها، اعملها جنب اي حاجه، جنب حبه مكرونه او اعملها في صلصه كده زي بتاع داود داشا اي حاجه بقى، انا هشيلها في الفريزر تنفعني في اي يوم برضو تاني. وهعمل دي دلوقتي ماشي، انا دلوقتي هدخلها في الفرن وشويه اخرجها تاني برضو لما تتشمح شويه، كل شويه ادهنها من دي كده ادهن وشها. خلاص يا حبايبي دخلها الفرن وانا لما اجي ادهنها اوريكم برده وانا بدهنها. معايا الشماعه كده اهي، انا هحط لها برده ايه من لمات البصل الفاضله. لو انت برده بتعمليها على الفحم هتعمليها كده برده، لمات البصل دي انا ما هحطلهاش ميه ولا هحطلها اي حاجه خالص، لمات البصل دي بتعمل لها طعم حلو قوي. لو انت عايز تبشر قطايه فيها مفيش مشاكل، بشر قطايه في مات البصل دي. وكده يا جماعه تكون خلصت اهيت. بصوا ما شاء الله الكفته ما كشتش، يعني لازم تكشي حاجه بسيطه بس ما شاء الله بصوا ما كشتش قوي زي ما انتم شايفين، جميله قوي والله العظيم. الطريقه دي يا جماعه تنفع في العزايم تشرف بجد لو عندك اي حد. واللي انا بشوفها بقى عليكم، انا بقى هوريكم طريقه اليوم تحتي عاملاها ازاي. وبكده يا جماعه انا عملت جنبها طبقه خضرا اهوت، وانا طبعا عندي طحينه نستعمل الطحينه، انا عامل دلوقتي طحينه سلطه طحينه جنبها كمان، وجايب ادي الغدا بتاعنا النهارده ويا رب يعجبكم. انتوا طبعا عايزين سلطه خضرا ماشي، عايزين طحينه ماشي، عايزين مخلل ماشي، اللي انتوا حابينه. انا عندي سلطه طحينه طبعا، انتوا عارفين الطحينه اللي ماما صورتها معاكم هعمل منها. ودلوقتي كده خلاص يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. ما تنسوش يا جماعه في التعليقات الجميله بتاعتكم واللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.